تشجعني جدا الحقيقة على الكتابة، وهو الذي كما قال يعني قرأ كتابي الأول، والذي كان في شكل مذكرات، مذكرات مهنية لمسيرتي المهنية سواء يعني في تونس أو على المستوى الدولي، وفيها تجاربي في مجال الإعلام. كتبت ذاك الكتاب عن قصد بأسلوب حاولت أن أحاكي فيه السرد الروائي، وكنت يعني جعلت منه مختبرا، لأن فكرة الكتابة الروائية مسكتني من بضعة عقود الحقيقة، عقود الآن أنا في 60، فيمكن أن أقول من لما كان عمري في 30، في 30 بدأت أفكر في الرواية، كانت عندي مشاريع روائية، لم أجد الوقت بتاتا، خاصة بالضغط الشديد الذي كان علي في العمل المهني الإعلامي، فكنت دائما أرجأ وأرجأ وأرجأ إلى حد أن أجد الوقت. فربما الآن خف مع سني هذا، خف علي الضغط المهني، ما سمح لي أن أعمل على هذه الرواية الأولى، أقول الأولى لأنه مشاريع أفكار روائية تراودني الحقيقة، وأكثر من مشروع لا أدري متى وكيف يعني يبدأ الإلهام لي أضع الكلمات على الورق. الفكرة الأولى كانت حول البحر والصيد البحري، هذا هو الجانب خاصة الطريف في هذه الرواية على مستوى الأدب التونسي الحقيقة، لأنه البحر نعرفه موجود متى في الكثير من الكتابات والأدب سواء العربي الياطر أو العالمي، الشيخ والبحر. الشيخ والبحر قرأتها وأذكر وأنا في التعليم الأساسي ما يوازي السنة الثانية، أتذكر أنه كان يعني كنا نلخص، يعني كانت من الدروس التي يعطوننا إياها في المعاهد أن نقرأ رواية ونلخصها ونصعد إلى السبورة لتلاوة التلخيص. أذكر أني لما ذهبت إلى المكتبة العمومية في ذاك الوقت وكنت أدرس في مدينة صفاقس، عجبتني فكرة أن ألخص جائزة حائزة على جائزة رواية حاصلة على جائزة النوبل. فكانت الشيخ والبحر لإرنست إيمينغواي. لما قرأتها طبعا قرأتها ببساطة حسب فهمي، لأننا نعرف أن القراءة مرتبطة جدا بتكوين الشخص في القراءة، قراءاته، ليست هناك قراءة واحدة. فلما صعدت من الأشياء التي فاجأتني وأعتقد أني كتبت عنها في كتابي الأول، أنه بعد ما أكملت أنه قصة هذا الشيخ الذي ذهب إلى الصيد ولم يرافقه الشاب الذي يتعود أن يخرج معه إلى البحر فاصطاد سمكة عظيمة ولم يقدر على وضعها كاملة في القارب، فاضطر إلى ربطها بحبل وجرها نحو الميناء، لكن في الأثناء نهشتها القروش. يعني في الأخير هي تجسيم آخر لأسطورة سيزيف، يعني كل الجهد الذي ذهب هباء، لكن لم أكن في المستوى الفكري في ذاك الوقت أن أعطيها أبعادها الفلسفية. فلما أكملت القصة نظر الأستاذ قال تو هذه قصة ياخذوا عليها جائزة نوبل، كان واحد مشى اصطاد حوت روح باك لهالو كروش. فما أضحك زملاء التلاميذ الآخرين يعني في القسم أنه الرواية التي قرأتها رواية سخيفة، يعني فتصوروا أنه أحيانا
تنزل المستوى الفكري إلى درجة أنه يجعل من كتابات عظيمة فلسفية حائزة على أكبر جوائز العالمية، يعني فتحقر بالدرجة هذه. فسميرة مرحبا بك. الياتر لم أقرأ، وإلى الآن لم أقرأ، كنت سأقرأها ولكن امتنعت لسبب وحيد، حتى لا أتأثر. أحيانا يمكن أن تقرأ الشيء فيبقى في دماغك، يعني يبقى في الانكونسيون، في اللاوعي، ويخرج. تكون أنت صادق أنك كتبت شيء من فكرك أنه لك ولكن هو لغيرك، وهذه صارت، يعني صارت على كتاب عديدين ونعرف القصة. ويتهم بالسرقة، ولكن الرجل أو الكاتبة لم يسرق فعلا، بل فقط يعني خرج شيء من اللاوعي متاعه. فلهذا السبب أني لم أكتب. البحر يستهويني جدا، عالم البحر يعني عالم غريب وعالم عميق جدا. أنا بطبعي أحب البحر، حياتي كاملة عشت على البحر أو قريبا من البحر. أحب الصيد كثيرا، أحب الهوارية التي جعلتها الفضاء الذي كتبت عنه. الهوارية في الأخير أسميتها عين الحمام، لأنه عين الحمام هي هنالك عين فوق الجبل، جبل عين الحمام نفسه. تو نعمل في روندونية سميرة. ما حبيش نسميها الهوارية، عين الحمام يعني كاسم، يعني وهذا من عادتي. يعني الحقيقة أعطيت الكمال النسخة المانوسكري، لأنه خاصة تجربتي الأولى كان يهمني جدا رأي شخص محترم جدا في النقد وكاتب أمري بروفيسيونال، يعني في مهنته، حتى استمع الى رجع صلاة. عطيت الشكر المبعوث ايضا باش يقرا لي، ويعني بضعه اصدقاء قليلين جدا الذين اثقوا في رايهم. هذا اللي شجعني من بعد اني عدلت بما فيها العنوان قبل ان ادفع بالروايه الى الناشر. عين الحمام هي هذا الفضاء الصغير اللي هي في الاخير قريه الهوريه، لكن المواضيع التي تناولتها وهي كثيره في هذه الروايه تتجاوز هذا الاطار والفضاء الصغير إلى الفضاء الأكبر وهي تونس، ومن تونس إلى فضاء أكبر وهو العالم العربي بما يعيشه من إرهاصات على كل المستويات الاجتماعية الاقتصادية السياسية. يعني رواية في الأخير تتناول هذه المواضيع كمواضيع فساد، مواضيع الرشوة، مواضيع الهجرة، مواضيع البيئة والمشاكل البيئية، مواضيع الصراع على القوت اليومي والذي جسمته من خلال البحار الذين يتصارعون فيما بينهم، صراع يعني خاص بهم لكن حقيقي. فحاولت أن أنقل نوعا ما بصدق ما يدور في هذا المجتمع المصغر من وراء المجتمع الأكبر. ليس لي أبطال بمفهوم البطولة سواء الإغريقية أو مفهوم البطولة كما بدأت سواء مع سيرفانتس وما تبعها من بعد، يعني على مستوى الرواية الأوروبية، يعني في القرون 17 و 18 و 20 وإلى حد ما في بداية القرن العشرين حين بدأت الرواية
تأخذ أشكال وأبعاد أخرى. لذلك البطل هو المكان. اعتمدت على شخصيتين رئيسيتين. شخص أول وهو اسمه خليفة، عاش في ألمانيا لقرابة 30 عام، لم يقدر على التأقلم في المجتمع الألماني لأنه مجتمع مغاير تماما في عقليته عن عقليتنا نحن. يعني في مجتمعاتنا مجتمع جاد جدا أحيانا أكثر من اللزوم، مجتمع القيمة الأساسية والأولى لديه هي قيمة العمل. تونسي يلقى نفسه هناك، يعني حاول أن يتأقلم أكثر ما يمكن. وشخصية خليفة هو شخص هادئ، ليس المثقف كبير، لكن واعي بما حوله. لكن بقيت له المشكلة هذه متاع أنه يتأقلم في هذا المجتمع. فمشكلته الكبيرة والتي أعرف جيدا والتي أعاشها كل من اشتغل في الخارج، أن بلده تونس، وخاصة عنك تونس هذه، أن تونس تبقى رغم عنك هي التي تعيش فيك. وهذه قالتها له زوجته، وقالتها له أيضا جار من الجارات التي كان يحبها وهو صغير. قالت له أنت نسيت، قال له حتى لك نسيت ما في البلاد، أنا أول شيء ما نسيتش، حتى لك نسيتها، يعني تونس هي التي لا تنساك وتعيش فيك وأنت بخارج. فالإشكال متاعه هو أنه المقاييس والمرجعيات متاعه تغيرت تماما في 30 عام. سافر عمره 25 عام، رجع قرابة 60 عام، فبمرجعيات وبمقاييس وبنظرة أخرى إلى مجتمعه، تصور أن المجتمع تغير كثيرا. لم يتغير المجتمع، هو الذي تغير. فهذا أتحدث فيه عن تجربة أيضا، يعني عشت بالخارج أيضا، كنت أتصور أن أشياء كثيرة تغيرت، وقالت لا أنا الذي تغيرت. طبعا الكتابة هي يعني هي تراكمات التجارب وتراكمات المعرفة الشخصية التي تصب في السرد. فلم أدخل في التفاصيل مثلا لمن يقرأ الرواية حتى لا أقطع عنه يعني حلاوة اكتشاف التفاصيل. في الأخير عاد ليلتقي مع صديق اللي هو رابح الذي هو نقيب خليفة. هو شخص نوعا ما بوهيمي، لا يعني مثقف، واعي جدا بما يدور حوله، صليط اللسان خليفة هذا. ما يريد احيانا ان خليفة ان يعبر عنه صديقه رابح. رابح هو اللي داخل اكثر في المجتمع، في مشاكل المجتمع، ويقول عن نفسه انا يعني حتى وقت اللي صديقه خليفة قال له انا فتحت لك الباب للهجرة حتى تحسن احوالك لكنك رفضت. قال له نعم انا رفضت، اريد ان ابقى هنا شوكة في حلق ابناء القاء. وسنعرف من هم ابناء القاء هؤلاء فيما بعد، الذين صارعهم رابح، وخاصة منهم هؤلاء الذين ارتدوا عباءة الدين وهم غارقون في الفساد، والذين يتاجرون تجارة كبيرة بالدين من خلال واحد منهم اللي هو تاجر أسماك بالجملة، عامل معه رابح. ورابح يقول عن نفسه أنا شخص فاشل لأنه لم يحقق أي شيء في حياته، وتزوج مرتين وطلق مرتين. ويقول أنا مرتاح، فالفشل في حد ذاته يعني استمد في طريقة عيش، وأنا مرتاح فيها.
احب ان اكون فاشل. فهي فلسفه كامله يعني، لن ادخل في تفاصيلها. هذوما الشخصيات الاثنين الرئيسيتين، ومع كل شخص ثم شخصيات درجه ثانيه اللي نلقاو منهم شخصيه ملكه ايضا من تلك المنطقه، فتاه صغيره قتلت امها امامها على يد بسبب وشايه يعني لابيها عن اخلاقها، ولكن هي العمليه كلها مفتعله فقط لاخراجهم من الارض نتاعهم في صراع ما بين اخوين على الارض. ودفنت امها في عين احنا، رغم ان هي من قريه اخرى اسمها الكدوه، غير يعني تبعد اقل من 30 كيلومتر عن عين الحمام. لكن هذيك يعني وصمتها في حياتها ووضعت بصمتها على نفسيتها، فالمسكينه نوعا ما اختطفت من قبل رجل وزوجته، زوجته يعني كانت مرتبطه بال نوعا ما بالقصر الرئاسي بعلاقاتها، ولكن نفهموا ان علاقاتها كانت مصلحية وفيها جانب أخلاقي مشكوك فيه. فتم استغلال تام، وثم أحيلت فيما بعد عن طريق شخص حارس شخصي لزوجها اللي كان يخدم في وزارة الداخلية حتى تصبح موبس، وصار فيها اللي صار. ورابح كان تعرف عليها في وقت ما، وقت اللي هو كان في الجامعة في تونس، من بعد التقاها بعد أكثر من 20 عام بعد أن هرمت وكبرت، و يعني حتى أنها جهزت لموتها بنفسها، عملت ريكويال كامل، يعني جهزت لأن تقتل عن طريق جماعة من المتطرفين، وجهزت حتى قبرها مسبقا. حكاية قوية الحقيقة، بكت يعني بكاتني تراجع كيفاش يعني بكاتني، هي اللي تحكي لي يعني، انا ما قلت شيء، هي كانت تحكي وانا نكتب فقط. ايضا شخصيه اخرى قويه اللي هي شخصيه طليبه. شخصيه طليبه هذا الرجل المثقف دكتور، والشخصيه حقيقيه، لكن رفضت ان ابقيها كما هي، بل ركبت عليها خيال السردي. لقيت له برشا حوايج، لأنه يعني شخص حقيقة درس في ألمانيا دكتور، ولكنه في شوارع عين الحمام يمشي حافظ القدمين صيفا وشتاء، ولا يلبس إلا قطعة واحدة من الثياب صيفا وشتاء، يجلس على التراب على الأرض صيفا وشتاء، لا يأكل إلا بما يتصدق عليه الناس دكتور. تصورت من يكون، سألت عليه، عملت بحث، لكن عين الحمام أو البوارية هي مجتمع محافظ جدا، يعني تشكل شيء. أنا أعرف، عشت، أنا يعني لم أقدر على أن يعني أستشف هذه الحكايات إلا لأنه أصبحت واحد من أهل عين الحمام، فصاروا يحكيوا لي بعض الاشياء الداخليه بتاعهم. اللي يمشي الهوريه حوس في البحر لن يعرف ابدا دواخل المجتمع المحافظ في الهوريه، لانه مجتمع نوعا ما مغلق على نفسه، خاصه في البيوت. فتصورت ان هذا الشخص لما درس في المانيا كان في يسار او في اقصى اليسار في السبعينات، نعرفوا انه كانت هناك حركة مكتوبة للحركات الوطنية الفلسطينية، وخاصة الجبهة الشعبية للتحرير الفلسطيني، نعرف أيضا أنه كانت هناك علاقات مع حركات التحرر العالمية الأخرى، خاصة الألمانية، الجيش الأحمر الألماني، ومنظمة بادر ماينهوف، يعني الثنائي الشهير الذي ذهب الموت في السجن في ألمانيا. فتصورت كانت عنده علاقات هناك
علاقات مبدئية، أنه في وقت ما أنه لم يعد إلى تونس يعني في 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 الصيف، يعني درس الدكتوراه بتاعه لمدة عدة سنوات لكن لم يعد إلى تونس إلا في سنة أولى فقط وقت اللي مازال جديد، ولكن في ذاك الوقت تظهر عليه الملامح الأولى نتاع انتمائه اليساري من خلال التريكو اللي كان يلبس التريكو أحمر وعليه النجمة اللي هي نجمة الجيش الأحمر الألماني. فمن بعد ثبت لأن الخليفة جال ذكر هو صغير، خليفة أنه وقت اللي كان في ألمانيا كان يتذكر ومشى حتى للجامعة اللي قرأ فيها طليبة. لكن قد محتار جدا ما الذي أوصله إلى هذا الجنون، لماذا وصل إلى هذا الجنون؟ ما نحبش نعطيكم التفاصيل كل، لكن فيها أسباب سياسية وفيها يعني مؤامرة خطيرة، أنه الشخص كان متورط، كان يعرف طليبة وهو لما كان يعيش يعني في الخارج، كان متورط في عمليات إرهابية، وطليبة يبدو أنه كان شاهد فأراد أن يخلصه تماما، فصار اللي صار. ندخل في التفاصيل كاملة. هذه الشخصية قلنا على المستوى الثاني، ثم شخصية أخرى ما فيها مثلا شخصية كابوشا. كابوشا هذا شخص يعني عقوبة ربي كما نقول يعني باللهجة التونسية، لم يدرس مستوى ثقافي محدود جدا. كان معناتها يتعاطى التجارة الموازية والترفيه في كل أنواع ما فيه، معناتها أنه ما فيها حتى الديناميت. الديناميت اللي هو مشكلة كبيرة جدا إلى حد وقت قريب جدا، أنه يستخدم في صيد الأسماك. هو لما يستخدم يعني عندي وصف كامل أنه حتى لعملية الصيد ما تبدو الديناميت وما مكسات من وراء العملية. فكابوشا هذا الشخص كان يشري ديناميت، كان يجيب البعض منه من ليبيا أو من التهريب عن طريق الجزائر، أو يشري الصواعق التي يعني تفجر الديناميت. من بعد يعني كي كون الثروة هنالك يعني في الهوارية، هذه حاجة معروفة، هنالك مجموعة من مصدري الأسماك إلى الخارج، ومن بيناتهم منافسة كبيرة جدا، سواء لشراء السمك من عند الصيادين في الهوارية أو لتصديره. فكابوشا هذا دخل هذا المجال، لكن من بعد يعني فجأة سايب اللحية بتاعه وربط علاقات مع أشخاص معينين يعني متطرفين. ثم ناس يعني نحكي على التطرف وليس على التدين، يعني المتدينين شيء، ثم ناس متدينين يعني في الرواية اللي هم يعيشوا مع حياتهم العادية، والناس المتطرفين الذين ينهون عن المنكر ويأتون بأسوأ منه. فشخصية كابوشا يعني شخصية متقلبة جدا، يعني غارق في الفساد إلى الأذنين، لكن هو دخوله إلى الدين فقط من باب ليبارك الله لي رزقه. فالأخير يعني عملية تجارية. يعني التفاعلات متاع الأحداث متاع كابوشا واللي دخلت فيها مليكة، وحب أنه حتى يستغل مليكة رغم ما صدقته مع رابح اللي هو كان صديق وحامي مليكة في وقت ما. هناك من الشخصيات الأخرى الكثير من الرواية، شخصية جورت هذا الشاب صغير أيضا تعرض إلى عملية اغتصاب وهو صغير، فيعني اغتصب لكن بقيت سمة لازقة فيه، يعني إلى حد أنه كانت مشكلته الكبيرة أنه يريد دائما إثبات رجولته وأنه فوق هذا الاغتصاب. وأمه امرأة مسكينة يعني ضعيفة جدا، ما عندها كان هي الذكاء. في الأخير يعني يضرب، حاول قتل مغتصبه لأنه تعرض إلى عملية سخرية لاذعة جدا، وكان يعني صياد متميز.
وكان يصطاد أسماك كبيرة، لكن مع ذلك كان يسخر منه فبسبب هذه الحادثة وهو طفل. ففي الأخير يعني معاش نجم يعني حاول قتل مغتصبيه والهروب في إلى إيطاليا عن طريق عملية الحقن اللي نعرفوها، لكن للأسف الشديد رغم أنه كان بحارا ماهرا فإنه غرق ومات في البحر. أمه يعني إنسانة مسكينة اللي نحب نحكيها، نحب مغربيين ما نحكيهاش، يعني فما دي تورنير يعني في الرواية، أن أمه كانت متهمة أيضا بأنها سحاقية، واللي خرجت الحكاية لأنها كانت تؤوي فتاة شابة صغيرة لديها لا يعرف أحد من أين جاءت، لكن كانت ثم مفاجأة كبيرة جدا من تكون هذه البنت، يعني اللي هي ربتها ورعاتها وربت كبنتها، يعني وكأنها أخت لجورت. ففي الأخير نرجع إلى الشخصية الرئيسية الأولى ما اللي هو خليفة، كان عنده دور أيضا أنه في التعامل والتفاعل مع هذه الشخصيات كلها وأيضا مع أم جورت. فهو اللي خلاه يعني إيه خليت يعني في الأخير الختمة مفتوحة، خليت الخيال القارئ أنه يشارك أيضا بنفسه في أن يخط ما يمكن أن يكون في جزء ثاني مثلا، ربما أكتبه ربما لا. فتركتها مفتوحة عن قصد، و يعني خليفة قلنا أنه كان يعيش في ألمانيا، كان يحب زوجته الألمانية، كان يحبها برشا، وزوجته الألمانية بعد وقت اللي تعاركوا إياها وطلقوا، وصلوا طلقوا لأسباب عديدة مع التفاصيل الموجودة في الرواية شوية أيضا بسبب ما اعتبره خليفة أنه عنصرية والدها، وما كانش فاهم علاش العنصرية هذه قرابة 30 عام لا يلتقي، يعني بخلاف حفل الزواج الأول سلم على سهر الألماني شماتلوخ، وقت اللي سلم عليه حس أنه عنده أصبع ناقص، لكن شاف أيضا أنه عنده حروق على الجسد بتاعه وعلى وجهه. ما فهمش علاش بعد اليوم هذاك، رغم أنه كانوا في البداية يعيشون في لوينجيناني في المدينة في جنوب بافاريا، لم يكن يزور ولا استدعاه ولا مرة، حتى لما خرج للتقاعد، ولما خرج للتقاعد بعد سنة 60 انتقل إلى مدينة أخرى في شمال بافاريا، وهناك بعد قرابة 30 عام يتم دعوته إلى عشاء. العشاء هذاك كان عاصف جدا، اكتشف من خلاله خليفة أنه بعض الجانب البسيكولوجي لهذه القطيعة ما بين صهره وأيضا أم زوجته اللي كانت سيدة محترمة جدا وعاقلة برشا، ومن بعد فهم علاش، لكن اكتشف أنه صهره جاته نسوة شارك وهو صغير عمره 17 عام فقط، يعني تم إلحاقه غصبا عنه بالجيش الثالث الألماني المعروف باسم أفريكا كوربس، الذي انهزم في العالمين وبدأ يتراجع حتى خرج من منطقة الوطن القبلي قريب من منطقة الهوارية. فاكتشف أشياء كثيرة اللي بقيت يعني في نفسية رجل ألماني لم يعترف إلى اليوم بهزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية، والتي تمت يعني على الأرض التونسية بالنسبة للألماني. هذاك اللي خلاه يعني نوعا ما في قطيعة مع سهم. الحقيقة مانيش باش نحكي لكم على الرواية كل التفاصيل نتاعها، كل عطيتكم يعني تفاصيل كثيرة منها، نخاف اني كان نزيد باش نحكي لكم، عليكم كما قلت يعني البنة بتاع الاكتشاف والقراءة، فما نعرفش ربما اني اكتفي بهذا القدر، ولكن ابقى مفتوح معك للاسئلة اذا كانت هنالك اي اسئلة من عندكم.